عادة فتة الشاورما بتتعمل في الوصفات الشامي أكتر، ولكن أنا النهاردة هعمل معاك وصفة شاورما مصري أصيلة، وهنقدمها بطريقة فتة مصرية برضو. يعني هي كده إيه، ممكن نعتبر أنها طريقة جديدة لتقديم الفتة. جايز تكون أوفر لأنه الشاورما قطع صغيرة وبتدي كمية أكبر لما بنزود عليها البصل والبقدونس والطماطم، وطريقة لذيذة كمان نستمتع بيها بالشاورما من غير كم العيش الرهيب. عارفين سندوتشات الكايزر دي أنا ممكن أكل 3-4، ففتة الشاورما دي بتغنيني عن كده لأن أنا بحط فيها رز وعيش أقل، ولكن بحس أن أنا باكل برضو إيه النشويات وأنا باكلها. بصوا انا معايا هنا نص كيلو شاورما لحمه متقطعه شرايح رفيعه جدا، عايز اسويها في 7-8 دقايق. معايا كمان كوبايه زبادي، كوبايه ميه بصل، معايا كمان بصل باودر، توم باودر، 7 بهارات، معلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار طحينه. وبكده ابقى خلصت تتبيله الشاورما. معايا ايه بقى للخضروات؟ معايا حبتين طماطم، بقدونس، نعناع فريش، وبصل شرايح، ملح وفلفل، ودي الخضار. انا عايز اقول لكم تاني التتبيله بتاعه الشاورما، علشان في ناس بتيجي تقف عند الشاورما كده وتقول لك لا دي بهاراتها كتير قوي انا هتلخبط، لا دي لازم اكياس بتاعه بهارات جاهزه، لا ده تتبيله الشاورما دي صعبه جدا. فعليا هي بسيطه جدا جدا، هي بتعتمد على وجود الخل وميه البصل والزبادي. طب البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه؟ معي حاجات بسيطة قوي، بصل باودر، توم باودر، و7 بهارات بس كده. معلقة الطحينة دي على فكرة بتديها طعم لذيذ قوي قوي. طيب كل اللي انا قلته ده لو احنا هنعمل شاورما بس. طب احنا هنعمل شاورما وهنعملها على فتة، فمعايا هنا رز مصري مستوي عادي جدا بالطريقة التقليدية، وهعمل لها طشة الفتة اللذيذة لان العيد ما يحلوش ايه من غير فتة، من غير طشة. الطشة دي عبارة عن ايه بقى؟ معلقتين كبار توم وكزبرة وصلصة وطماطم وخل وملح وفلفل ومعلقة سمنة محترمة. انا معايا هنا معلقتين سمنة كبار، هقسمهم على الوصفة كلها وهيفضل مني. اول خطوة هي تتبيل الشاورما بتاعتي. تتبيل الشاورما على فكرة يبقى احلى بكتير لو تبلتوها من ليلتها، تبقى احلى يعني 100 مرة. فكرة انها لما تبلها لازم اتبلها واسيبها في التلاجة في علبة محكمة الغلق، ويجي انا يوم العيد بس احط على النار كده بتبقى لذيذة قوي وسريعة. طيب طيب ادي الزبادي، مية البصل عايز اقول لكم بتديها طعم مش عادي، ومعين لو شفتوا بقى مية البصل بتدخل اللحمة اساسا في سوا من قبل ايه، من قبل اي حاجة. حلو كفايه كده عشان ما يبقاش معانا سوائل كتير وتستوي بسرعه. نبتدي بقى ننزل بالبهارات. تعالوا كده اهو، بصل باودر، توم باودر، 7 بهارات. ايه كمان؟ لا ده هاتوه هنا ده اهو. طيب انا تبلت ده، المفروض التتبيله دي استنى كده عليها تقعد في التتبيله زي ما قلت لكم ايه على مدار الليل. طب ما عنديش وقت، طب هتبلها 2-3 ساعات، لكن هتعمله زي كده هتلاقوا طعم الشاورما طالع ناقص تتبيله، عشان التتبيله تبان هي محتاجه تقعد على الاقل 2-3 ساعات فيها. طيب طيب خد ايه، بصوا بقى عيد وكده فهستعمل معاكم سمنه اهي، مفيش احتياج لاكتر من كده صدقوني. طيب اهي، وهنزل عليها انا ما حطيتش، استنوا ما حطيتش ملح. وهنزل عليها بالشاورما بتاعتي. بصوا اهو كان محتاج ايه يسخن سنه كمان لتبل التوم، ملح، احط ملح بس دلوقتي، لكن مش هحط لا الفلفل ولا الكزبره. ليه يا ساندرا؟ علشان انتوا لو حطيتوا الفلفل والكزبره دلوقتي مش هتشوفوا لما التوم يبقى كارملايزد، يبقى ايه ياخد لون كده اللون الذهبي ده.
فانا هستنى. بصوا ريحه الشاورما طالعه وانا واقفه هنا بعمل الفته، مش قادره احكي لكم ريحه الثوم المحمر ده من هنا وريحه الشاورما من هنا مش عاديه. الطحينه بتاعت الفته عباره عن ايه؟ فته الشاورما اهي، معايا الطحينه نفسها افكها بالخل، يا سلام لو عندكم شويه دبس رمان هنا، مش قادره احكي لكم الطحينه دي بتبقى حلوه ازاي. شويه كمون، شويه خلوا النعناع هنا، وشويه ثوم، ملح وفلفل، ونجيب شويه ميه نبص على الثوم. طب قبل ما تطلعوا فاصل عايزين بس ايه نشوف شكل الثوم، نعمل الطشه مع بعض. تعالوا نعمل الطشه. بص كزبره، بعد الكزبره معروفه بننزل بايه؟ خل، في ناس بتحب تنزل بيه صلصه الطماطم الاول، انا بصراحه بفضل الخل الاول، بحب اشم ريحه الكزبره مع الخل، بعدين بقى اضيف ايه اضافاتي براحتي. السوائل دي تدخل في الخضار اللي بزوده. هنا بقى كميه الخضار ترجع الى عدد الناس اللي حضرتك عزماهم. عزمه 5 افراد خلاص هتزودي بصل، معقول عزمه 10 افراد زودي بصل. على فكره بياخد من طعم الشاورما لو اتحط في المرحله اللي هي لسه فيه سائل دي، وبيبقى طعمهم لذيذ قوي مع بعض، محدش بيحس ان انت مزوده بصل ولا حاجه. ورشه النعناع، النعناع ده بقى بيحسسك انه انت لسه اطفى الخضار ده حالا ومقطعاها الشاورما من الشجره، يعني بيديكي كده احساس فريشنس حلو جدا. طيب طيب بصوا لذيذه الشكل. ابتدي انزل بالرز كده في النص، وايه انا عايزه اخلي الاحرف هي العيش خلاص، بس ايه هضيق شويه. عايز اقول لكم بجد الشاورما المصري من احلى وصفات الشاورما وابسطها اللي ممكن تعملوها، طعم اللحمة فيها باين. بصوا بجد يعني انا مش بشكر في طبخي، بس هي وصفة حلوة، وصفة تستاهل بجد انتوا تجربوها.